أهلا بحضراتكم. فقرتنا في هذه الفقرة هنتكلم عن الصادرات الزراعية وقد إيه ممكن الصادرات الزراعية دي تكون طبعا باب كبير لجلب العملة الصعبة، وبالتالي إحنا لابد إن إحنا نحافظ على صادراتنا الزراعية ونحافظ على سمعة مصر في هذه الصادرات. ده خلانا نلتجه إلى بعض الوسائل الحديثة اللي من شأنها إنها تحكم عملية الصادرات بحيث إن المصدر للخارج ده يكون مناسب للدول الأخرى، ما يكونش فيه إن شاء الله أي متبقيات مبيدات أو أي شيء ممكن يسيء إلى سمعة مصر دوليا فيما يتعلق بحاصلاتنا الزراعية. خلينا نتكلم عن الحجر الزراعي كحائط صد. هو طبعا بيصد الكثير من الأمراض وبيمنعها من الدخول إلى الداخل من خلال فحصه الجيد للواردات، وأيضا بالنسبة لصادراتنا للخارج هو بيعمل هذه العملية وبيشارك في عملية التكويد اللي من شأنها أنها تحكم عملية الصادرات الزراعية بشكل أكثر دقة، ما يضايقش على الناس ولكن يحافظ على سمعة مصر ويساعد على فتح أسواق جديدة لما سمعتنا تكون جيدة. مساعدنا للحديث عن هذا الموضوع أن نستضيف دكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة. أهلا بحضرتك دكتور. طبعا يعني قبل ما نتكلم عن منظومة التكويد ودي حاجة مهمة، برضو حضرتك كنت في حدث مهم ولسه يعني راجع منه، كان في إيطاليا بيتكلم عن مرض جديد ظهر في الزيتون والتوعية بهذا المرض. نتكلم عن هذا الموضوع بالتفصيل من ان احنا عندنا يعني انتاج من الزيتون وعايزين نحافظ عليه طبعاً وننافس فيه. اتفضل. هو بسم الله الرحمن الرحيم، كان في اجتماع دولي على المستوى الدولي في معهد سيام في باري لدول حوض البحر المتوسط لمناقشة التدابير والاحتياطات الحجرية ولكل الإجراءات الخاصة بمنع انتشار مرض التدهور السريع في الزيتون الناتج عن بكتيريا الزايليلا فاستيديوزا. المرض دون هو مرض بكتيري بيصيب أكتر من 350 عائل مش بس الزيتون. أوروبا زي ما احنا عارفين اقتصادها تقريبا شبه قائم على الزيتون وزيت الزيتون، وعلشان كده هم مركزين قوي على الزيتون. الزيتون بالنسبة لنا برضو محصول هام جدا، لكن المرض ده من ضمن العوائل الخطيرة بالنسبة لنا هو انه ممكن يصيب الموالح، ممكن في بعض السلالات منه تصيب العنب، فطبعا دي محاصيل استراتيجية بالنسبة لنا. فتم عقد هذا الاجتماع الدولي في باري، مدينة باري في إيطاليا، بدعوة رؤساء الحجر الزراعي في دول حوض البحر المتوسط ورؤساء المراكز البحثية الكبرى في المنطقة، وعلى رأسهم طبعا مركز البحوث الزراعية في مصر. فرحت أنا والدكتور والأستاذ الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، مثلنا يعني وزارة الزراعة المصرية في هذا الاجتماع لمناقشة التدابير الخاصة بمنع انتشار هذا المرض والإجراءات الخاصة بمنع دخوله للدول اللي هو مش موجود فيها زي مصر والحمد لله، ومناقشة التدابير الخاصة بالحد من انتشاره في الدول المنتشرة فيه زي إيطاليا وأسبانيا. طبعا احنا شفنا الوضع في إيطاليا وهي دولة من إحدى الدول الموبوءة بهذا المرض، يعني في وباء شديد جدا. رحنا زرنا المزارع هناك وحاجة في منتهى المأساة، المرض خطير إلى أقصى درجة. طبعا هو المرض بالنسبة لنا مش جديد، هو مرض موجود من قبل كده، لكن هو بدأ ينتشر جامد جدا في الأربع سنوات الأخيرة وتحول إلى وباء، وتم إعلانه كمرض وبائي في إيطاليا من حوالي تقريبا 3 سنين، وتم تقطيع يعني مئات الالوف ان ما كانش اكتر من مليون شجر الزيتون في ايطاليا فقط، غير الاسبانيا غير بعض الدول الاخرى. فطبعا يعني مرض خطير وبيهدد الثروه الزراعيه تهديد مباشر. احنا طبعا كحجر زراعي اوريدي احنا واخدين تدابير الحمد لله، واحنا اعلنا هذه التدابير هناك في المؤتمر بتاعنا في الاجتماع الدولي دون، وقلنا تدابير الصحه النباتيه اللي متخذه عندنا منذ ظهور هذا المرض مش دلوقتي بس، احنا بقالنا اكتر من يمكن سنتين شغالين على هذا الموضوع. واحنا كحجر زراعي يعني طبعا ساعتها ما كنتش انا موجود، لكن الزملاء كانوا بيقوموا بنفس المجهود واكتر كمان في منع دخول واتخاذ كافه الاجراءات الوقائيه لمنع دخول هذا المرض، وما زلنا محافظين عليه الحمد لله. وحتى هذه اللحظه المرض لم يدخل الى مصر ولم يسجل في مصر. وطبعا احنا طبعا التحدي الاكبر اللي بيواجهنا ان احنا بنستورد شتلات كتير من بره للفاكهه، والشتلات دي في منها عوائل كتير لهذا المرض زي الفراوله وبعض انواع الفاكهه، شتلات الفاكهه الاخرى اللي بنستوردها من بره اللي ممكن تكون عائل لهذا المرض.
فاحنا كنا اول ما ظهر المرض خدنا emergency action بمنع استيراد اي شتلات تكون عائل لهذا المرض كفتره كوقائيه كده، كحدث بنسميه emergency action plan او اجراء اضطراري طارئ يعني. وبعد كده بدأنا نشوف ايه هي الموضوع، درسناه بكل جوانبه، والحمد لله احنا دلوقتي بنمنع فيه طبعا على حسب خطورة العائل. يعني احنا في الزيتون مثلا شتلات الزيتون بنرفض استيرادها من اي دولة فيها هذا المرض، حتى لو كان موجود في قطعة صغيرة من الدولة ممنوع. يعني احنا ممنوع نستورد اي شتلات زيتون من اي دولة فيها هذا المرض، حتى تحديدا الزيتون احنا ما بنسمحش باستيراده من اي دولة اصلا خالص، الا يمكن مؤخرا بس سمحنا باستيراده من مشتل واحد فقط في المغرب بناء على طلب الحجر الزراعي المغربي، ورحنا فحصناه. دولة المغرب بالكامل هي دولة خالية من هذا المرض، رحنا فحصنا المشتل كمان وتأكدنا من ان المشتل تحت اشراف كامل الحجر الزراعي المغربي علشان نضمن ان الشتلات اللي هتيجي من عنده تكون الى اقصى درجة سليمة. مطلعين برضو قرارات من فترة قريبة ان جميع الشتلات اللي توصل مصر واللي قد تكون عائل لهذا المرض بيتم فحصها فحص حجري دقيق، وبيتم تحليلها في معهد بحوث امراض النبات للمرض دون. فالحمد لله احنا واخدين يعني اجراءات استباقيه على اعلى مستوى لمنع دخول المرض، وان شاء الله ربنا يستر باذن الله ونمنع دخول هذا المرض فين. جميل التعاون على المستوى الدولي طبعا بهذا الشكل، ويعني العولمه من فوائدها هو ده الحقيقه، دي من الفوائد طبعا اللي احنا يجب ان ننظر اليها قد ايه اجتماع الناس في الدول، ويعني ان احنا نعرض الحقائق بمنتهى الشفافيه علشان نحافظ على المحاصيل عالميا يعني طبعا. فده مجهود كبير طبعا. ده هيخلينا احنا كمان يكون عندنا مسؤوليه، وحضرتك دايما بتكلمنا عن انه لابد يعني احنا يكون عندنا قدر من الشفافيه اذا كنا عايزين نكسب ثقه الاسواق طبعا الاخرى طبعا. علشان صادراتنا تبقى يعني ذات سمعه طيبه، احنا دلوقتي بنحاول نتجه اتجاه جديد، هي اتجاه التكويد للمزارع. يعني نتكلم عن هذا النظام واهميته في المحافظه على سمعه الصادرات المصريه. تمام. هو يعني نقدر نقول نظام التكويد نظام معترف به دوليا، ولكنه هو مش جديد في مصر. احنا الحمد لله عندنا منظومه للتكويد، وانا يعني في رايي الشخصي بعتبرها منظومه ناجحه جدا، بدات من سنه تقريبا بناء على قرار وزاري مشترك بين وزاره الزراعه ووزاره التجاره. وزاره الزراعه ممثله في الحجر الزراعي المصري، ووزاره التجاره ممثله في المجلس التصديري للحصلات الزراعيه، بالاضافه لجمعيه هي اللي هي تنميه وتطوير الحصلات البستانيه. بصراحه انا شايف ان هذه المنظومه نجحت كويس جدا في تكويد المزارع الخاصه بخمس محاصيل هامه جدا تصديريا، وقللت نسب الرفض لهذه المحاصيل بالخارج، وساهمت بمساهمه كبيره في رفع الحظر عن بعض المحاصيل اللي كانت محظوره من ضمن هذه المنظومه بناء على تطبيق هذه المنظومه. المنظومه دي احنا لما جينا طبقناها كمنظومه تكويد هي بتحتاج متطلبات كثيره جدا في المزارع وشروط صعبه جدا تنفيذها، بس الناس بتلتزم بيها. ولذلك تنفيذ هذه المنظومه بشكلها الحالي على جميع المحاصيل امر طبعا شبه مستحيل، محتاج طاقات بشريه رهيبه جدا ومحتاج امكانيات عاليه جدا، بالاضافه ان في مزارعين كتير جدا لن يقدروا على تنفيذ هذه الاشتراطات، يعني مش هيقدروا يصدروا لو طبقنا عليهم. في محاصيل اخرى احنا طبقناها دلوقتي على العنب، على الفراوله، على الفلفل، على الجوافه، على الرمان. ففكرنا ان يبقى في منظومه اخرى بالتوازي، يعني احنا مش هنلغي الاولانيه ولا حاجه، لكن احنا لما يجينا مثلا عايزين ندخل الموالح في منظومه التكويد، الموالح محصول ضخم جدا وبنصدر منه وعندنا الاف المزارع، فعشان ندخلها في منظومه 670 هيبقى صعب جدا على مزارعين كتير قوي مش هيعرفوا يواكبوا هذا الامر وهيبقى فيه مشاكل. فاحنا اقترحنا كحجر زراعي، اقترحنا على معالي الوزير منظومه جديده للتكويد بحيث انها تحافظ على سمعه الصادرات الزراعيه، وفي نفس الوقت باقل قيود شويه من المنظومه الثانيه. المنظومه الثانيه اتعملت في ظروف استثنائيه نتيجه محاصيل ما عليها حظر، ونتيجه محاصيل كان فيها فعلا مشاكل كبيره، واحنا كنا عايزين نشدد جامد، وكان لازم ده كان اجراء لازم يتعمل ساعتها، وتم والحمد لله وادى هدفه يعني. انما احنا عايزين مستقبلا بقى التكويد حاجه عالميه، كل دول العالم بتطلب مننا، احنا عايزين تريسابيليتي مبدا التتبع، عايز لما تروح له شحنه والشحنه دي لا قدر الله فيها اي مشكله يقول لي الشحنه دي انت جايبها منين؟ كمصدر، المصدر ده
كتير جدا من المصدرين ما بيزرعوش، هي شركه شركات، وفي مصدرين بيزرعوا شغلهم ودول مش كتير، لكن المصدر او اللي هو المورد بياخد بيجمع محصول من اكتر من مزرعه وبيصدره. فلازم يبقى معروف مش بس اسم الشركه المصدره، لا لازم يبقى معروف المزرعه اللي هي انتجت هذا المحصول، وهل المزرعه دي بتقوم بممارسات زراعيه جيده او ممارسات زراعيه سليمه ولا لا. فاحنا يعني ركزنا على هذه النقطه، احنا عايزين يبقى عندنا منظومه ما تكونش فيها تعجيز للمزارعين والمصدرين خالص، لكن يكون فيها الشروط اللازمه لضمان التتبع الشحنات المصدره، وضمان ان الشحنات دي تكون مطابقه لاشتراطات الدول اللي بتستورد مننا، ولما الدول تطلب مننا معلومات عن التتبع نقدر نقول لها البيانات دي. ف يعني احنا الحمد لله يعني بنجهز حاليا، هي لسه طبعا المنظومه لم تطلق، لكن هو احنا في تكليف من معالي الوزير بان احنا نعد لهذه المنظومه، وبنجهزها فعلا دلوقتي وبنعمل لها دراسه كامله علشان يصدر بها القرار الوزاري اللي هو ينظم العمل فيها وبناء عليه. فهذه المنظومه المفروض ان احنا يعني التصور المبدئي بتاعنا ان لازم المزرعه على الاقل يكون فيها سجلات للمزرعه، متسجل في هذه السجلات كافه انواع المبيدات والاسمده اللي تم استخدامها، يكون في عندنا بتعاون او التعاون مع الجهات الاخرى في وزاره الزراعه يتم تقدير المحصول او الناتج المحصول اللي موجود في المزرعه دي اللي هو قابل للتصدير، نقدر نعرف ندي كود لهذه المزرعه لا يتكرر على مستوى الجمهوريه، ويكون اللوكيشن بتاع المزرعه او الموقع بتاع المزرعه محدد بالجي بي اس ومتحدد مكانه ومعروف المزرعه دي مكانها فين وبتنتج ايه وكمياتها قد ايه واستخدمت مبيدات قد ايه، نقدر يبقى عندنا رقابه سريعه على المزارع دي قبل الحصاد مباشره عشان نطمن ان هي بتمارس ممارسات زراعيه سليمه. فده الحد يعني ده نقدر نقول ان هو الحاجات اللي مطلوبه بره، وفي نفس الوقت ان المزارع اللي عايز يصدر لازم يلتزم بهذا الكلام، واللي انا شايفه ان المزارع اللي عايز يصدر واللي مش عايز يصدر المفروض يلتزم بهذا الكلام. يعني الاشتراطات اللي احنا حاطينها دي مش بس للتصدير، ده هو المفروض اي مزرعه الف ب المفروض يكون فيها الكلام اللي احنا بنقوله ده. فاحنا بنقول ان احنا اللي بيصدر كجزء كلي جانب اقتصادي مهم، فلازم على الاقل هو يكون قدوه لغيره وهو اللي يبدا بالالتزام بهذه الشروط، وعشان يصدر لازم يكون ملتزم بهذه الشروط. بعد كده لا قدر الله لو الشحنه بعد ما فحصناها ولقيناها سليمه وحصل تلاعب من اي نوع من المزارع بعد ما احنا صدرنا الشحنه وحصل فيها رفض بره، بمنتهى البساطه نقدر نعرف الشحنه دي جايه منين. هيبقى في تعهدات طبعا على المزارعين ان لو الشحنه بتاعتك اترفضت المزرعه دي مش هتصدر تاني، او يتم اتخاذ بقى اجراءات معاها من الجهات الرقابيه الاخرى اللي ليها السلطات او يعني الجهات اللي في وزاره الزراعه اللي تقدر تعدل مسار هذه المزرعه وتقدر تقول له يعالج مشاكله ازاي ويقدر يصلح مشكلته اللي عنده دي ازاي. يعني طب الفروقات الاساسيه بين التكويد وبين التتبع ايه؟ هل في فروقات ولا هو التتبع دي يعني المرحله الاولى للتكويد؟ التتبع دي هي مفهوم العمليه، العمليه نفسها عمليه التتبع الهدف منها، انما التكويد هو الاجراء اللي بيتم ان احنا بندي كود رقم كودي لكل مزرعه. على سبيل المثال مثلا ان احنا بنقول مثلا هندي رقم كودي مكون مثلا من سي 8 ارقام، اول رقمين هيمثلوا المحافظه، ثاني رقمين يمثلوا القريه او المركز، ثالث رقمين يمثلوا القريه، رابع رقمين او اخر ارقام مزرعة تمثل الحوض اللي هو اللي فيه المزرعه. وبالتالي لما انا اقول ان الكود بيبدا كذا كذا، وفي هيبقى في الاخر حرف او حرف ورقم يمثلوا نوع المحصول، فانا لما اشوف على طول كده او من اول رقمين واخر رقمين هعرف ان ده مثلا محصول موالح في محافظه البحيره من اول حوض. في الكود اللي في النص ده هعرف بقى مكان المزرعه دي في محافظه ايه، في مركز ايه، في قريه ايه، في الحوض رقم كام في داخل هذه القريه ومحصول كذا. ده الكود، ده اللي هو بنسميه التكويد، ان المزرعه تبقى ليها زي رقم قومي، زي بطاقه، زي بطاقه الرقم القومي. احنا بالنسبه لنا هنركز فقط على المزارع اللي بتصدر دلوقتي كحجر زراعي، لان احنا ما عندناش طبعا القدره ولا الامكانيات ان احنا نتعامل، لكن انا يعني اعتقد ان ده ان شاء الله يكون نواه كويسه لتكويد جميع مزارع مصر سواء كانت للتصدير او لغير التصدير، ويبقى كل مزرعه في مصر معروف لها كود محدد يتصرف عليه كل الحاجات بالتعاون مع منظومه كارت الفلاح اللي موجوده دلوقتي، المنظومه الالكترونيه، فيبقى كل مزرعه ليها كود
معروفه زي رقم قومي كده خلاص بالجي بي اس بتاعها، بغض النظر بقى اتباعت او ما اتباعتش الحيازه مع فلان او مع كذا، مش ماليش علاقه انا بالاسامي خالص، انا بتعامل مع المزرعه برقم، المزرعه بالنسبه لي رقم. فده منظومه التكويت. التتبع بقى هو نتيجه هذا التكويت. ان التتبع يعني معناها ان انا اعرف الشحنه اللي راحت بره دي جت منين. الشحنه لو انا لقيت شحنه قدامي مكتوب عليها بيانات، من مجرد ما اقرا البيانات هعرف كود المزرعه، كود الشركه، اسم مع الشركه برضو هتبقى ليها كود، الشركه المصدره، جميع الشركات اللي هتصدر هتسجل عندنا في الحجر الزراعي انها شركه مصدره، وجميع المزارعين اللي عايزين يصدروا هيسجلوا على انهم مزارعين مصدرين، وبالتالي الشركه اللي هتيجي تطلب طلب انها تصدر، عايزه تقدم شحنه تصدرها، هيبقى متطلب مطلوب منه انه يقول اسم المزرعه اللي هو جايب منها والرقم الكودي بتاعها ورقم الكودي بتاع الشركه نفسها. التتبع هو ده، ان انا لو الشحنه بقى بعد ما فحصتها وفحصت المزرعه وطلعت سليمه وسافرت بره ولقينا في رفض بره، يبقى حصل تلاعب. يا حصل تلاعب، يا اما المزرعه بعد ما انا مشيت وفحصت رشه مبيدات عملت حاجه غلط او في الحاله دي هروح انا من الشحنه اقدر اتتبع هذه الشحنه، اقدر اجيب الشركه اللي صدرت، ومن الشركه اقدر اجيب المزارع، فاقدر اعرف مصدر المشكله فين، فاعالج او اخش على مصدر المشكله تحديدا، ما اعملش بقى خطه للدوله بالكامل. يعني احنا عانينا السنه اللي فاتت من ان الدول لما كان بيحصل مشاكل في بعض المحاصيل بتعمل حظر للمحصول بالكامل في الدوله بالكامل، واحنا بصراحه يعني دخلنا في جولات من المفاوضات طويله جدا مع الدول اللي عملت حظر علينا، يا جماعه لو سمحتوا احنا عايزين نحظر المصدر فقط، عايزين نحظر الشركه. فسئلنا طب خلاص عايزيننا نحظر ده، قولوا لنا بيانات التتبع، قولوا لنا الحاجه دي جايه منين بالظبط عشان يتم حظر المنطقه دي او الحته دي او الشركه دي بالمزرعه بتاعتها او بالمزارع اللي بتجيب منها، ما يبقاش بس مجرد حظر شركه وتروح الشركه تعمل اسم تاني لمكان تاني وتجيب من نفس المزرعه. فطبعا ده فكره التتبع والتكوين. طيب هنا دور الحجر الزراعي كمان هيراقب على المزارع دي، يعني هيزورها زيارات مثلا ولا هو احنا ما نقدرش طبعا، الحجر الزراعي ما عندوش الطاقه البشريه تعمل ده كله، ولذلك هنتعاون مع الجهات الاخرى في وزاره الزراعه زي الاداره المركزيه للبساتين، زي بعض الجهات البحثيه في محطات البحوث اللي هم عندهم قدره بشريه وعندهم ناس متواجدين اوريدي في القرى وفي احنا الاداره المركزيه للبساتين عندنا متواجده في كل القرى وفي كل المراكز، وعندهم مهندسين هناك في كل الاماكن دي، فاحنا نقدر نتواصل مع هذه الاماكن ونقدر نقول لهم لو سمحتوا ادونا بيانات عن المزارع، لو انتوا بتمروا او بتتابعوا لقيتوا اي حاجه تبلغونا. احنا هيبقى دورنا في ان احنا ننزل نعمل رقابه على هذه المنظومه كحجر زراعي، لو احنا شركه هتصدر او مزرعه هتصدر نقدر ننزل فقط قبل الحصاد، نقدر نعمل تشيك سريع على المزرعه عشان نتاكد ان هذه المزرعه بتقوم بالاجراءات السليمه. فهي هتبقى منظومه ان شاء الله، يعني منظومه متكامله، مش يعني تحت اشراف الحجر الزراعي بس، مش الحجر الزراعي لوحده اللي يقدر يعملها. دي بدات في التنفيذ ولا دي بتطمحوا لا لسه، دي مجرد في الدراسه علشان يعني قبل ما نبدا تكون مدروسه دراسه جيده. طيب يعني احنا كنا متخوفين مع تطبيق يعني نظام التكويت ده في البدايه، بعض المزارعين كانوا متخوفين من انه ممكن مزارعين كبار بس هم يستفيدوا على حساب مزارعين صغيرين او مصدرين صغيرين، الى اي مدى ده طلع صح او غلط في التطبيق وازاي ممكن نعالج السلبيات؟ هو يعني زي ما قلت لحضرتك حكايه مصدر كبير ومصدر صغير، في ناس اشتكت فعلا في منظومه 670 من هذا الكلام، وقالوا ان احنا ما عندناش القدره ان احنا نعمل شهادات الجلوبال جاب والشهادات والشكل العام بتاع المزرعه والاشتراطات اللي موجوده في المزرعه دي، فاحنا كده مظلومين. في ناس اشتكت من هذا الكلام بس زي ما قلت ان المنظومه بتاعت 670 كانت ضروريه وكان لازم تتعمل بالشكل ده، لان كانت المحاصيل دي فعلا فيها مشاكل وكان لازم ناخد اجراء، وفعلا الحمد لله الاجراء نجح والنتائج بتاعت المنظومه نجحت. دلوقتي صغار المزارعين او كبار المزارعين، احنا كحجر زراعي بنؤكد ان مفيش اي تخوف لاي حد سواء كبير او صغير، احنا كحجر زراعي بنتعامل مع المصدرين الكبار زي الصغيرين، اي مصدر بالنسبه لنا هو جزء او كيان اقتصادي للبلد او عامل مهم في اقتصاد البلد، بس المهم انه يكون ملتزم. فاحنا في الحجر الزراعي عندنا مصدر ملتزم ومصدر غير ملتزم، ما عندناش مصدر كبير ومصدر صغير. مصدر كبير ومصدر صغير ده ممكن في التقييم الاقتصادي او التجاري عند الناس بتوع التجاره، انما احنا عندنا كحجر زراعي ما عندناش حاجه اسمها كبير وصغير،
احنا عندنا مصدر ملتزم ومصدر غير ملتزم، وفي مصدر غير ملتزم قاصد وفي مصدر غير ملتزم من غير ما يقصد. يعني في مصدر مثلا حصل دامج في الشحنه بتاعته بدون قصده، وهو الشحنه مسافره حصل فيه عطل في التبريد، حصل حاجه مشكله ما يقصدش. وفي مصدر بقى غير ملتزم، يعني تلاعب في الاجراءات وتلاعب في الشحنه. وزي ما قلت قبل كده احنا في الفتره اللي فاتت في خلال 2018 في اكتر من يمكن اكتر من 22 او 23 شركه او 25 شركه من الشركات التصديريه الغير ملتزمه تم التحقيق معاهم واحالتهم للنيابه العامه بسبب ان هم لم يلتزموا وتلاعبوا في الاوراق والمستندات الرسميه بتاعه الحجر الزراعي، ودي جريمه يعاقب عليها القانون. وحولنا هذه الشركات للنيابه العامه مباشره، ما عندناش اي تهاون سواء كان الشركه كبيره ولا شركه صغيره. لما بنيجي نحقق في هذه المخالفات ما ببصش على اسم الشركه خالص، لما بيجي لي محضر اثبات حاله من اي من لجنه التفتيش والمتابعه الخاصه بالحجر الزراعي ما ببصش على اسم المصدر اذا كان كبير ولا صغير. انا بحقق في هذا الموضوع شركات كبيره جدا بدون ذكر اسماء تم اتخاذ اجراء معاها لما كانت غلطه، بس بنلاقي مثلا الغلطه دي مش مقصوده، فبنحقق في الموضوع وبيثبت فعلا حسن النيه، فبنسمح لهم باعاده التصدير تاني او باستئناف العمل معاهم تاني. فاحنا ما عندناش في الحجر الزراعي بصراحه حكايه مصدر كبير ومصدر صغير دي نهائيا. والدليل على كده ان الرمان منظومه الرمان دخل في منظومه 670، وعلى الرغم من كده عندنا الرمان في اسيوط ومنفلوط والمناطق دي، الرمان البلدي والحاجات ده معظم المزارعين الرمان في مزارعين كبير كتير جدا منهم صغيرين، ما هماش يعني مستثمرين كبار، والحمد لله صدروا وتعاملنا معاهم ونزلنا لهم لجان وجم قعدوا معايا في بدايه الموسم في الحاجه في الاداره المركزيه عندي في المكتب، وعملنا اجتماع اكتر من 30 مزارع رمان من الصعيد، ناس نقدر نقول زي ما هم بيسموا نفسهم صغار مصدرين صغار، وان كنت انا ما بحبش يعني هذا الوصف، لكن هم بيوصفوا نفسهم كده وصدروا، وكان في منهم الملتزم اللي صدر كويس وكان في منهم غير الملتزم اللي تعاقب وتوقف وهكذا. فاحنا يعني التعامل في هذه منظومه التكويد او حتى غير منظومه التكويد لن يفرق ما بين كبير وصغير. طيب هل الحجر الزراعي دور في فتح اسواق جديده للمصدرين؟ طبعا احنا يعني الحجر الزراعي من احد اهم ادواره، في عندنا احنا يعني عندنا وحده اسمها وحده الصحه النباتيه في الحجر الزراعي. وحده الصحه النباتيه دي هي المسؤوله عن تطبيق كافه التشريعات الدوليه الخاصه بالحجر الزراعي. الحجر الزراعي بيحكمه في عمله اتفاقيات دوليه تابعه للامم المتحده اسمها اتفاقيه وقايه النباتات الاي بي بي سي، او اتفاقيه الصحه والصحه منبثقه يعني عن اتفاقيه اسمها اتفاقيه الصحه والصحه النباتيه، وجزء من اتفاقيه التجاره الدوليه دبليو تي او. فالاتفاقيات الدوليه دي بتحدد معايير العمل، والوحده في الحجر الزراعي اللي بتتعامل مع هذه المعايير الدوليه لتطبيقها على للصحه النباتيه اسمها وحده الصحه النباتيه عندنا في الحجر الزراعي. فمن فتره قريبه احنا عملنا اعاده هيكله لوحده الصحه النباتيه، وانشانا فيها وحده جديده داخليه اسمها وحده الماركت اكسس يونت او وحده نفاذ الاسواق او فتح الاسواق الجديده. والحمد لله احنا نقدر نقول ان احنا يعني بفضل الله نجحنا في الفتره الاخيره فتح اسواق كتير الحمد لله. يعني عندنا اورجواي فتحناها للطماطم وللعنب، وفتحنا دول كتير اليابان فتحناها لمجموعه من المحاصيل الخضار والفاكهه، وحاليا شغالين مع اليابان لفتح الموالح، مؤخرا الصين فتحنا الصين لتفل البنجر لتصدير تفل البنجر، اندونيسيا فتحنا التوم والموالح برضو، فيتنام شغالين عليها، استراليا عملنا معها تجديد للاتفاقيه بتاعت او البروتوكول التعاون بيننا وبينهم ودخلنا الجريب فروت في الاتفاقيه بتاعت التصدير بتاعهم. فالحمد لله يعني احنا يعني شغالين كويس جدا كوحده نفاذ الاسواق. فتح السوق ده عمليه من الناحيه الفنيه، طبعا بيتعاون معانا في فتح السوق زملائنا في التمثيل التجاري في الدول اللي هي فيها تمثيل تجاري، في بعض دول فيها تمثيل تجاري لمصر، وطبعا هم دول بيكونوا حلقه الوصل ما بيننا كحجر زراعي وما بين الحجر الزراعي بتاع الدوله الاخرى. وفي بعض الدول ما بيكونش فيها تمثيل تجاري، فالتعامل بيكون مباشر بين الحجر الزراعي المصري والحجر الزراعي بتاع الدوله اللي احنا هنصدر لها. في الحالتين الحجر الزراعي بيقوم باعداد كافه الملفات الفنيه وكافه المعلومات الفنيه الخاصه بالصحه النباتيه علشان خاطر الحجر الزراعي بتاع الدوله اللي بتستورد مننا تدرس هذا الملف وتعمل البيست ريسك اناليسيز او اللي هو تحليل مخاطر الافات، ويحددوا الشروط اللي هم عايزينها عشان نصدر لهم سي موالح، وبيحطوا الشروط دي واحنا كحجر زراعي بنبقى بنتعهد قدامهم طبقا للاتفاقات الدوليه ان احنا ننفذ هذه الشروط وبنلتزم بتنفيذها.
وزي ما قلت احيانا بيكون التمثيل التجاري، احيانا كتيره جدا التمثيل التجاري المصري في الدول دي في سفاراتنا يعني في هذه الدول بيكون هو حلقه الوصل بيننا وبين الحجر الزراعي بتاع الدول دي، وبيعمل طبعا لقاءات معاهم وبيبذل مجهود كبير في هذا الموضوع برضو علشان نقدر نفتح سوق جديد. ففتح السوق طبعا ما بيتمش في يوم وليله خالص، لا ده احنا ممكن نقعد سنوات لحد ما نقدر نفتح السوق، ممكن نقعد شهور ممكن سنه على حسب دقة هذه الدولة وعلى حسب خطورة أو تخوف الدولة من المنتج، مش المنتج المصري بس، هو المنتج ده بصفة عامة. زي احنا بنعمل، احنا عندنا في دول بتطلب تصدر لنا حاجات، بنقعد ندرس في الملفات الفنية بتاعتها فترة طويلة جدا قبل ما نسمح لهم يصدروا لنا، يعني لنفس السبب علشان احنا بنبقى متخوفين من بعض مخاطر الصحة النباتية حماية للثروة الزراعية المصرية. طب نتكلم عن زيادة الصادرات الزراعية المصرية، هل في تقدم في الصادرات الزراعية المصرية وإيه المحاصيل اللي تحتل المراتب الأولى في التصدير؟ طبعا الحمد لله احنا عندنا باستمرار في تطور في الصادرات الزراعية. احنا دلوقتي احنا النهاردة 11 النهاردة قصدي 17 ديسمبر، حتى هذه اللحظة احنا مصدرين ما يقرب من 5 مليون طن من الصادرات الزراعية، يعني تقريبا 4.9 مليون وكسر. فيعني ان شاء الله يعني قبل ما السنة تخلص هنكون كسرنا الحاجز 5 مليون طن، وطبعا ده رقم الحمد لله كبير جدا، ده من اجمالي الصادرات. الحاجات المهمة اللي بنصدرها الموالح، البطاطس، الموالح وصلنا في الموالح بس لحد دلوقتي حوالي 1.7 مليون طن خلال عام 2018 فقط. البطاطس صدرنا حوالي تقريبا 800 ألف طن. عندنا بنصدر عنب، بنصدر رمان، دي المحاصيل الهامة تصديريا، الفراولة، البصل، الحاجات دي كلها. إجمالي أهم الصادرات اللي أنا قلتهم دول بيعدي 3 مليون وكسر، يعني 3 مليون و200 ألف طن تقريبا من إجمالي الحصادات الزراعية، وال2 مليون الباقيين بيبقى من المحاصيل التانية العادية اللي هي مش محاصيل استراتيجية اللي بنصدر منها كميات صغيرة يعني. ده طبعا الحمد لله بفضل الله ان بيأتي انطباع على عن ثقة الدول الاخرى في المنتج المصري. كانت الاتحاد الاوروبي عمل تشريع جديد، والتشريع ده كان فارض نسبة فحوصات اضافية على المنتجات بصفة عامة في الدول، يعني على الموالح اللي الدول اللي بتصدر له بنسبة 100%، يعني كل الشحنات الروح لازم يفحصها بنسبة 100%. تم اختارنا من خلال التمثيل التجاري بتاعنا في بروكسل لسه اللي هو في الاتحاد الاوروبي يعني من كام يوم او من اسبوع تقريبا، ان تم تخفيض الفحوصات الاضافيه على الموالح المصريه بنسبه 25%، فبدل ما تبقى 100% بقت 75، وده طبعا حاجه مهمه جدا، وده انديكيشن كويس لينا ان الحمد لله في ثقه في الصادرات الزراعيه المصريه، والثقه بتزيد. جميل، الحمد لله. حضرتك قلت انه البطاطس صدرنا منها كميات كبيره، ده بيتطلب ان احنا نستورد كمان تقوي بطاطس وتكون متوفره. فنتكلم برضو عن معايير استيراد تقوي البطاطس ومدى توفرها في الموسم الجديد. ملف صعب قوي ده. سؤال صعب. طبعا هو قلبي دلوقتي احنا فاضل لنا دقيقتين، فهنحاول نختصر في دقيقتين يا دكتور طيب بعد اذنك. هو تقاوي البطاطس طبعا البطاطس من اهم المحاصيل الاستراتيجيه في مصر. بنصدر منها كميات كبيره، بننتج منها في مصر كميات كبيره جدا، فاحنا بنطلع قرار خاص بمواصفات استيراد تقاوي البطاطس، والحمد لله صدر قرار في هذا الشان من حوالي شهرين تقريبا، من شهر 9 اللي فات، وبيحدد جميع المواصفات والاشتراطات بتاعه استيراد تقاوي البطاطس، وبننفذ هذا القرار بكل دقه وبكل حزم على وارداتنا من تقاوي البطاطس. حتى هذه اللحظه وصلنا حوالي تقريبا 79 الف طن اللي استوردناهم حتى الان. في طبعا مشكله في الاتحاد الاوروبي، احنا ما بنستوردش غير من الاتحاد الاوروبي بس، في مشكله في الاتحاد الاوروبي السنه دي ان عندهم نسبه موسم جفاف شديد في معظم الدول في الاتحاد الاوروبي، ده اثر على انتاج التقاوي عندهم، فبالتالي الكميات اللي بينتجوها للتقاوي اللي تتفق مع مواصفاتنا كميات قليله او قلت يعني عن السنوات السابقه، فده تحدي كبير، وطبعا تحدي قدامنا احنا علشان ما نقبلش حاجه تكون مواصفاتها سيئه، فاحنا لازم برضو بنكون حريصين جدا ان التقاوي اللي تيجي لازم تكون مواصفاتها جيده جدا في ظل الظروف اللي هي الصعبه اللي عندهم هناك، ولازم نضمن ان حيويتها كويسه وخاليه من الامراض عشان ما تاثرش على انتاجيتها في مصر هنا، وتدي الانتاج الوفير اللي يحاول
يقلل لنا من اي فجوه غذائيه في مجال البطاطس والرز. يعني مطمئنه ان شاء الله لانه الانتاجيه باذن الله ما تقلش كتير السنه دي. لا ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله ما تقلش ان شاء الله يعني. باذن الله. انا بشكر وجود حضرتك معانا، شكرا جزيلا دكتور احمد العطار رئيس الاداره المركزيه للحجر الزراعي بوزاره الزراعه، شكرا جزيلا لحضرتك ولمجهوداتك في هذا المجال. الله يكرمك. شكرا لكم اعزائنا المشاهدين، كده بنكون وصلنا لختام حلقه اليوم، غدا ان شاء الله حلقه جديده، الى اللقاء.